بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. أهم مرحلة راح نبدأ بها هي عزل الملفات، يعني عزل الستيتر. الستيتر هذا طبعا هو من معدن حديد. السلك مالنا إذا نريد نجيبه ونقعده هنا فوق الحديد راح يصير عندنا توصيل جسم ويقوم ينتل الماطور، يعني يصير فيه كهرباء. فإذا لازم نستخدم مادة اسمها المايكا. هاي المادة العازلة تجي على شكل رولة مثل ما تشوفوها هذه، تجي تشتريها امتار، تجي تشتريها رولة كاملة. فطريقة العزل شنية؟ أول شيء احنا من نخلي العازل لازم نسوي له أقفال، يعني نسميها قفل. احنا باوع ده ندفع هسا، هذا ما يندفع، هذا باعه بحركة قليلة لكنه مقفول ما يفتر لا يمني ولا يسرى. طريقة العزل شنو؟ نقص شريحة تجريبية. هاي الشريحة التجريبية إذا نشوفها من هنا من الجانب، لاحظ تارك مسافة، تشوفون المسافة من هنا متروكة ومن هنا متروكة. هاي أخليها المسافة ليش؟ حتى أسوي طويات. الطوية مالتها ألزم الورقة هالشكل إذا تلاحظوها، وأجي أسوي طوية صغيرة من هنا. لاحظ شلون، قرب إيدك حتى يشوفوها. لاحظ هاي صارت، هاي كفة صغيرة من هنا، أجي من هنا كفة أخرى صغيرة، ما اسويها كبيرة كلش. بعد ما سويت هاي الكفتين من ناية اجي اسوي لها كاوية، احنا نسميها من ناية الشكل، حتى شنو تصير مضبوطة 100%. بعد ما سويناها نقيس المسافة، نسوي في الشريحة مسافة بحيث تغطي كل هذا العمق ده. شوف هاي مسوي هنا، فنقص هنا الشريحة. هسه نشوفكم الاخطاء اللي يصير بالعمل. نجيب مفل او فد برغي ونسوي هالشكل حتى تصير عندنا سير دائريه، يعني تصير كانما ساقيه. لاحظ هالشكل، ما يصير نطويها ونسوي على شكل رقم 7. نجي هنا ندخلها هنا، لاحظ شلون دخلت هنا. ما يصير لا تكون عالية بحيث يطلع صوت إذا تسويها بإيدك، ولا تكون ناصية. زين، راح أشوفكم أحد الأخطاء. أحد الأخطاء إذا تسوي واحد هنا وتخليها الشكل، لاحظ المسافة الفوق هنا المتروكة، هذا خطأ، ولا تكون من فوق عالية جدا. الخطأ الآخر اللي يسوونه، يسوون مسافة ما تقصيرة قصيرة. فإذا المسافة قصيرة وتدخلها هنا، لاحظ ما وصلت هسه من هنا قافلة، بس من هنا لاحظ هذا خطأ، هذا خطأ بحيث باع هسه إذا بالحركة شوف اندفع لي جوا، هذا خطأ ما يجوز. وهذا أيضا ارتفاعه قليل، هذا خطأ ما يجوز. هذني أخطاء. زين، الشيء الصحيح بأنه العازل يقفل، باوع ما بي حركة لا يمين ولا يسرى، يقفل هنا ويكون أسفل هذا المجاري، أسفل هذا المجرى، يعني ما يصير طالع لي فوق بحيث لا تحرك صبعك تطخ بالعازل. هذا العزل الأمين والصحيح بالنسبة للماطور كليته، إذا كان ماطور مي أو ماطور مبردة. هاي الطريقة الصحيحة للعزل، والعزل مهم كلش. بعد ما تكمل العزل راح يجي فوقه غطاء، يعني من داخل السيم لازم نقص شرائح، تقدر الزايدات الخربانات عندك. لاحظ الشريحة لازم نسويها على شكل قوس مثل ما تسوي هالشكل، وتجي تغلف فوقها السيم اللي عندك هنا. ايش راح يصير عندك؟ راح يصير قفل كأنما حضن السيم، السيم كله تنحضن داخل هذا العازل، فأمنت ماكو أي توصيل كهربائي بين الجسم الحديد الاستيتر وبين الاسلاك، لانه يسوي لك كارثه. الخطوه الاولى بالعزل لازم تضبط امورك صحيح 100% حتى يصير شغلك مضبوط. تحياتنا لكم وشكرا لكم، واتمنى لكم التوفيق.